ثلاثي في خط الوسط دوكا جيرلي وبالومبو وثلاثي في الأمام. كرة أولى وهدف أول، كرة أولى وهدف أول عن طريق ريتيغي. ريتيغي سريعا يسجل في الكرة الإيطالية، أول مباراة رسمية للمهاجم الأرجنتيني الإيطالي، يعلن عن نفسه قادم بقوة في سماء الكرة الإيطالية. لم أكمل التشكيلة بعد، ريتيغي بمباغة كبيرة، فريق جنوى عازم منذ البداية على حسم هذا اللقاء. شاهد الانطلاقة عبر كرة ومحاولة، هل ينجح فريق مودرن في تسجيل فرصة؟ فرصة، يسجل من أول محاولة، يسجل من أول محاولة فريق مودينا عن طريق المهاجم مانكوني. مانكوني برأسية مباغتة، كرة كانت سريعة، لعبت عرضية، مانكوني في المكان المناسب، وفرحة كبيرة من جماهير مودينا التي تنقلت هنا إلى استاد لويجي فيرارس. أول أهداف تماما عند حارس المرمى ليالي. لعب ضغط ضغط ضغط، فرصة 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 خطيرة خطيرة، الثاني الثاني، مودينا يسجل الهدف الثاني، مودينا يسجل الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي كبير. كرة قطعت من متوسط الميدان، الخبير ميلان باديلي وتريمولادا، تريمولادا المهاجم الإيطالي يسجل الهدف الثاني لفريق مودينا. قلبت الموازين، هل كان هناك تسلل؟ تعتمد الحالة على من لمس الكرة، هل كان اللاعب بالومبو أم كان اللاعب باديلي؟ الهدف الثاني عموما لفريق مودينا يسجل في هذه الأثناء. سيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بالفعل الرأسية، وهدف التعادل، هدف التعادل عن طريق المدافع المتقدم يوهان فاسكيز، يسجل التعديل، يعدل النتيجة لفريق جنوى. الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، جنوى ينهي الشوط الأول متعادلا. أي شوط، أي مباراة، إثارة كبيرة، والمدافع فاسكيز يعدل النتيجة. شاهد الكرة مقوصة، هناك مساحة، هناك مساحة، قادر اللاعب الأيسلندي يتقدم، جودمانسون، جودمانسون، الهدف الثالث، الهدف الثالث بمجهود فردي، ألبرت جودمانسون يسجل الهدف الثالث لفريق جنوى، هدف التقدم في هذه المباراة، الهدف السادس عشر له مع الجريفوني. اللاعب الأيسلندي انطلق من منتصف الملعب، شاهد الكرة، شاهد اللمسة، الاستلام مع المراوغة، الانطلاق، كان هناك مساحة، استغل عامل السرعة، راوغ، وجد الثغرة، صوب بالقدم اليسرى على يسار الحارس غانيو، الكرة تسكن الشباك، الكرة. جودمانسون متحرك بشكل ممتاز في الشوط الثاني، من جديد المحاولة إلى ريتيغي، ريتيغي، الهدف الرابع، يسجل الثنائية، المهاجم الإيطالي المنتظر، مانشيني بدون شك هو الأكثر سعادة في هذه الأثناء. الهدف الثاني للقناص الأرجنتيني الإيطالي ماتيو ريتيغي، ماتيو ريتيغي يسجل الهدف الرابع لجنوى، الهدف الثاني له في هذه المباراة. انطلاقة لفريق مودينا، محاولة تسجيل هدف قبل ربع ساعة تقريبا من نهاية المباراة، تصويبة، يتصدى الحارس، من جديد المتابعة والهدف، هدف لفريق مودينا، هدف لفريق مودينا، إذا بصورة مباغتة نوعا ما. اللاعب البديل غاريولو يسجل الهدف الثالث لفريق مودينا، متوسط الميدان البديل يعيد مودينا لأجواء المباراة، سنعيش ربع ساعة من الإثارة والندية. شاهد الكرة والانطلاق.